انهيار منزل بجوار مزلقان إمبابة والإنقاذ تبحث عن ناجين. خبر بيقول انهار منزل بالشارع علي معوض بمنطقة إمبابة شمال الجيزة اليوم الاثنين. تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير القطاع الشمالي إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار منزل بالشارع علي معوض بجوار مزلقان مطار إمبابة. أخطر مدير القطاع مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة بفرق الإنقاذ البري لاحتمالية وجود مصابين تحت الأنقاض.